السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح نكمل رحلتنا في تختيم لعبة ليتل نايت مير 2. اخر مرة وقفنا هنا فنجي ناخذ هاي ونفلش راس هاي الدمية الخرة. اوكي بعدها تجي من هنا الثاني، واحد اثنين ثلاثة، يوم بعدها الثالث والقم، وبعدها الرابع وهمت القم، وهذا يب نفس ما قلتكم اخر مرة، هذا لازم ناخذ راس على مود نقدر نعدي من المنطقة اللي بعدها، واللي هي هاي المنطقة اللي كلها هذول الدمى. ف هنا لبسنا راس على مود ما يهاجمون، لانه لو ما لابسين هذا الراس كانوا يهاجمونه. شوف المخابيل، حرفيا شوف المخابيل. اوكي نايس، نهرب نهرب. انا مسوي خوي، اصلا انا صديقكم وماني وياكم نفسكم. شوف راسي، راسي دائري نفسكم، يعني ماكو اي فرق ما شاء الله. اوكي تعال منا، انا لازم نشرد. اوكي نايس والله اشت. انتظر يب. شو يا شباب، والله انتبهت لك، حسيت. انا ما اتذكر هاي السالفة لكن حسيت انه هذا راح يطيح. ومخابيل والله يا اخي، ذولا مخابيل. اوكي نكمل طريقنا. هاي شنو يريدون يشيلون راسها؟ نايس، هاي رادت تضرب نلة شوية. اي قاعد العب. اوكي نايس، اكو لعبة كيوت قاعد يلعبوها. اشيت هذا راح يطيحها، والله احس راح يطيحها. يا اخو اخر عن انت، يا اخو والله احس راح يطيح فوق. انا الشمعة، الشمعة الفوق انا احس راح يطيح. اوكي يلا هربت بعد حتى لا طاحت ما تهم. اوكي انكسر الراس. اوكي يا شباب هنا انا وصلنا اخر شيء، فيب نكمل طريقنا. طبعا ما ادري ليش قلتشت اللعبه طلعتني، فيب اوكي هنا اعتقد نحتاج ننزل شغله من فوق على ما اذكر على مود نفتح الباب. يا شباب نرجع نطيحها مره ثانيه، يلا طيح انكسر. فبالنسبه شلون، اوه حلو يعني منا ننزل. اوكي نايس ما متت، يب ننزل منا. ودور ننزل منا ودور نكسر هذا المخ. اوكي يلا نرجع ننزل. وانا ما ادري شلون ما سمعوا الصوت، يعني وجو يهاجموني بس. اوكي يلا كمل طريقنا، ما نحتاج المخ ما اعتقد. شيت، السلام عليكم. شلون الست؟ شلون الست؟ ست والله اموت عليك، الله شقد احبش بس ليش تعوفيني؟ شو تقولين؟ شوف 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 شلون هي يا شباب، شوف شلون هي معلمة، يعني شوف تتعب علم طلابها. شوف قاعد تسوي لهم، تحضروا بالتجارب، تحضروا الدرس الجاي. يا اخي هاي المعلمات تمشي من عليك مشي. يلا روح روح روحي، يلا نجي بعدها. اوكي دخلت، ولازم حسب ما اذكر يا شباب لازم نعدي من عندهم دول لا شوفنا. اعتقد ذكرت هذا المكان والله، اعتقد يا شباب. كمل، ما اعتقد راح تشوفنا يعني لا عدينا من هنا. شوف اكو فاره قاعد عدي، يعني انت ليش شايله على قلبك؟ هم مشكله، لازم نروح لاي جهه تعلم نقدر نصعد لفوق، يعني لازم نروح لها. اوه لا 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 ذكرت ذكرت، هسه صدق ذكرت، اعتقد ذكرت من ذاك الساعه قاعد اذكر شغله. شيت يا شباب، مشكلة. وكلا تمشي، امشي زمان امشي. لا حرام حرام. اوكي يا مشكلة، يلا مشكلة. هاي المرة استعجل الصدق. اوكي وينش؟ انا ما هو اني وضعي وضع فاره، يعني ليش تهتمين بفارة؟ يلا يلا ليك، يلا يلا منا بس بليز اوفي نعبر. يعني كلا دام رجع الانيميشن يعني نقدر نعد على راحتنا. من جوا من ولا يشوف واحد، شغل وضع الفاره. هنا يا شباب لازم نظل نمشي ويا الجوانب يمين، انا ما تحرس بينا. يب اتشي
بعدها تهرب هيك تهرب. يا حرام. اوكي يا والله هذه الى خفتي تطلع رايك شنو يخوف. ها يا معود انا قمت اخربط بالحكي. اوكي يا شباب الحمد لله الحمد لله. اوكي نايس. شيت يا شباب قدرت اعدي اول شيء. شيت مشكله. اوكي يلا ضل ثابت. ما يحتاج استعجل. اوكي ما يحتاج استعجل. بليز. عديت. ليتس جو. اهرب يا معود. شباب والله طولت. كمشي. والله طولت. ظليت هواي. يلا عقب وتي. والله مشكله. اوكي يلا نكمل طريقنا هنا. اوكي لا دام اكو لازم ناخذها على مود يفلش روسه. اوكي لا هم يفلشون راسه هذا. لا صح. اوكي يلا القم لك. القم يلا بعده القم لك. قم يلا اللي بعده نكمل. نحتاجها. تعال احنا نحتاج نسوي تصفيه لهنا للدمى الموجوده هنا. شيت ليش حد سايل. والله يا شباب اتذكر هيجي ما بعرف اتذكرك شيء. ياب تعال هيك. لا حرام. اوكي يلا كسرت راسي الاول كسرت راسي الثاني. يا اخي والله هذول. اوكي هنا انا اكو فخ فما يحتاج نوقع بيه. كمل رحلتنا. هنا ثاني فخ ما يحتاج نوقع بيه. يب احتاج ال شو اسمه. يب شوف يا شباب مو قليتكم. والله عرفت يريدون يلعبون علي يعود يعني. اوكي يلا تعال الاول القم. تعال الثاني القم. وتعال نفلش هنا نجيب ستة. واخيرا خطيه كانوا خاط فيها. يلا تعال نزلي ولكم ولكم كانوا خاط فيك الكلاب. يلا انقذك. يلا قومي. يلا بسرعة بدون دراما زايدة. ديم اسمع. والله يا خاطر لو استيم. والله ذكريات وجمالي روعة. يلا بسم الله صعد لفوق. دور ننزل. ديم شوف المكان يا اخي. والله هذا المكان قبل شوية ذولا الدمع خبلوني. عدت فوق العشر دقائق من ربع ساعة صار لي اعيد بس على مود اقدر اعد هذا المكان. اوكي تعال دقيقة. هاي هنا اكو شي نقدر نحركه فيه. خلينا نحركه ونتأكد اذا اكو شي حلو. انا صعد. صح ما اذكر يا شباب هذا المكان يعني شو كان بي او ليش نحتاجه. يعني فتحنا جو الارض او شنو. اوكي يلا كن يا شباب نفس الوقت نضبط الطفرة. يب هاي الطفرة كانت بيرفكت. طيحناها. صوت ما شاء الله ماكو صوت اصلا. يلا تعال طيني ايديش خلينا نصعد. يلا طيني ايديش. وي وات هذا شلون اهزمه. اوقف هاي شلون اهزمه يعني شو تريد نبيه من اهزمه بالنية. طبعا شفته ذاك شو اسمه. لكن مشكلة كون يعني شوي نستخبى من وراها على كيف. اوكي يلا شافتنا. حلو نايس فكرة يا ستة. فكرة حلوة. يلا القمي القم ليتش. يلا نايس فكرة ذكية وحلوة. نجي لهنا نعتقد لازم نصعد هاي نقدر. ياب من الجهتين نرفع. ويلا
انزل ونروح نفتح الباب. بس والله نايس فكرة، استغل سالفة شو اسمه هذا البيانو المكسور، احنا كسرناه يعني. يلا بسم الله يا اخي، هذول الدوم هذول ما يقعدون راحة حرفيا. اوكي بس لازم ناخذ هاي المطرقة، وعلى كيف نفلش. اوه نايس، يلا بسم الله. اوه وات، ما نحتاج اصلا المطرقة، ستة عنيفة. شنو الصوت هذا؟ هذا الصوت مو راحة حرفيا، من تسمع هذا الصوت بليتل نايت مير يعني اكو بوسة او اكو شي راح يصير مو راحة. حلو حلو، تعال ننزل على كيف ونشوف شنو سالفة الصوت. مدري الصراحة ما اذكر يا شباب. لا تعال خلنا نصعد لفوق اسفل اللي نقدر نفتح هذا الباب. كل شيء وقف صوت. لا بعده كيف قربنا كلش من مصدر الصوت. شيكو شي السالفة. شي الله ايديتش، خليني نصعد بعدها نصعد فوق ونطيح الصندوق على مود قدرين تيجين وياي. اي خلني افتح هذا الباب. اوكي لا خلني تاني اول شي. يلا تعاي وات، يعني كان ما يحتاج هذا الصندوق اصلا. يلا مو مشكلة، تعال نفتح الباب انا وياك. يلا فتحنا الباب اللي هو لو ما ادري الصراحة هاي مالت الهوا، بس شنو يعني مسوين حتى درج بيها ما شاء الله متطورة هاي. اجت يا شباب اجت هاي. يا اخي مشكلة، هاي مشكلتها مشكلة هسه حرفيا ما اذكر ايش لازم نسوي. بس لا دقيقة دقيقة دقيقة، تعاي تعاي. اوكي يلا من تبدي تغني لازم ننزل. يلا واحد اثنين ثلاثة اتحركي. اوكي يا شباب من تبدي الاغنية اللي بعدها لازم امشي وانزل الدرج اعتقد هذا. ياب 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 ياب، منطق منطق. اوكي بساب ساب ساب ساب، راح تنتهي راح تنتهي من مالته. اوكي انتهت. شافتني شافتني. يلا جي 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 جي، نشوفكم بالجنة ان شاء الله. السلام عليكم. اوكي يا شباب سبنت ترجع تبدي تغني او تعزف بالاصح يعني. يلا 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 معودة، يلا يلا ما عندنا وقت ما عندنا وقت ما عندنا وقت ما عندنا وقت. يلا بساع 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 بساع، لازم ساع. اوكي بساع لازم نرجع نلبد بعدها. هاي شن لازم نجرى هذا على مود نحتاج على مود نعبر من فوقه بلا صح يعني ما نقدر نسوي شيء بدونه. اوكي هسه نختبي احتياطا لانه قربت تخلص. خلصت. اوكي يلا ابدا حز في عز في مره ثانيه. اوكي ناس يلا يلا نكمل 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 نكمل، بس نريد خليها قريبة منا على مود نقدر نصعد فوقها. اوكي يلا تبدي من تبدي تعزف مرة ثانية راح امشي، ما اريد نخاطر لانه هاي عندها رقبة مصيبة مو رقبة ضيم. يلا نكمل بساع تعال. يلا يلا ستي يلا يلا تعال خلنا نفتح هذا الدرج. شت شافتنا بساع 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 بساع، يمه اسم الله الزهرة. ياه ساعة وخر 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 وخر، يا رب اهربوا يا جماعة الخير اهربوا اهربوا. دي الستة مجنونة خالص، دي الستة مجنونة خالص. يلا بساعة 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 وخر وخر عنها. نايس ربنا واخيرا. شوف هاي رقبتها ايش قد طويلة، شوف هاي رقبتها حرفيا ايش قد طويلة. هاي ام رقبة، هاي 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 هيجي تدري اللقب هيك مخصص لها. يلا هسه نطلع واعتقد خلصنا من البوس الثاني وهربنا. وصلنا لمنطقة البوس الثالث، بس خلينا نشوف نشوف شوي المنطقة وبعدها ننهي المقطع. لانه ما ادري صراحة يصير المقطع طويل، وانا قايل كل مقطع راح اخليه لبوس مخصص.
حلو اوكي، صراحة ذيك المنطقة ودي اروح اشوفها. دقيقة يا شباب، مدري الصراحة. لا لا، ما اعتقد اقدر اقفز. نرجع نكمل طريقنا. بس والله المنطقة ديم موسيقى يا شباب، والله ديم العالم والاوست جاي وياكي مضبطينه. شوف 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 شلون صدق كابوس، تحس العالم صدق كابوس يعني. اوكي هنا طبعا المنطقة ما ادري ليش كذي محفورة حفر، مسوي لها تصميم غريب. وياب نفس ما قلت، اعتقد ياب سوي سيفنج يعني، طبينا بالمنطقة اللي بعدها. فا اوكي يا شباب، لهنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى عجبكم المقطع. اذا عجبكم لا تنسونا من لايك واشتراك بالقناة. وان شاء الله راح اكملكم ان شاء الله كل يوم، راح يكون اكو مقطع لتر نايت مير او تختيمة لتر نايت مير. ويب، مع السلامة.